خير الكلام قليله إذ أورقا بحروفه آي الكتاب ربيعا وسرى بنور حديث خير معلم وهمت به حكم جرت ينبوعا. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. نتحدث في هذه الليلة عن هدف وأمر شرع من أجله صيام رمضان وهو التقوى. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فبين الله عز وجل بكل وضوح أن السبب الأهم والأعظم هو حصول التقوى من الصيام، صيام رمضان وهو الصيام الواجب. صيام رمضان، قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم. والكتابة أو كتب الشيء هو فرض الشيء، فكتب الله الصيام وفرضه على الناس، فرضه على المؤمنين وعلى من سبقهم من أهل الكتاب ومن الديانات السابقة. بحصول هذا الصيام في رمضان الذي فرض على الناس سيحصل بذلك التقوى. والتقوى كلمة حث عليها الله عز وجل وحث عليها الرسل من أولهم إلى آخرهم، وحث عليها السلف الصالح. لذلك نجد العلماء المخلصين دائما والعباد الزاهدين نجدهم دائما يحثون على التقوى. كلمة التقوى كلمة عظيمة، كلمة ولو كانت محدودة الحروف ألا إنها تحمل عدة معاني، تحمل أشياء يحصل بسببها السعادة. عندما نبحث عن التقوى نجد أحد الصحابة يسأل عمر رضي الله عنه، يقول له: كيف التقوى؟ قال، ضرب له مثالا، قال: أما سرت في طريق فيه شوك؟ قال: نعم. قال: فماذا تفعل؟ قال: أتق الشوك، يعني يتجنب هذه الأشواك. فبتجنبه لهذه الأشواك حصل أنه اتقى هذه الأشواك. فعمر رضي الله عنه رسم لهذا الصحابي بأسلوب بسيط أن تجنب الإنسان لأشواك المعاصي والآثام سيجعله وسيخلصه عند الله عز وجل، لأن التقوى تجنب الرغائب وتجنب المعاصي وتجنب الآثام. نحن في هذه الحياة لا تخلو الحياة من هذه الأمور التي تعرض للإنسان المسلم، ولكن كيف يتعامل معها؟ يتعامل هذا الإنسان المسلم مع هذه العوارض وهذه الأمور التي تعرض له بأن يتق الله ويتجنبها ويعظم في قلبه الخوف من الله عز وجل. فالله عز وجل ذكر أن سبب تعظيم شعائر الله تقوى. عندما يكون في القلب تقوى وخوف من الله يكون هناك تعظيم لشعائر الله. عندما يكون هناك تقوى سيكون هناك مسارعة إلى الخيرات. عندما يكون هناك تقوى، تقوى من الله عز وجل، يتق الله، سيكون هناك ابتعادا عن الآثام والمعاصي. حتى صغائر الذنوب يراها الناس، يرونها في أعينهم مثل الشعر، وهو يراها من الكبائر من خوف الله عز وجل، من تقوى الله عز وجل، لأنه يتق الله، لأن أمر الله عظم في قلبه. وكذلك ذكر في مواضع أخرى أن من صفات المتقين أنهم يوفون بالنذر وأنهم يعظمون شعائر الله. ف
فذكر الله عز وجل في مجمل القرآن هذه الصفات السبع للمتقين. يترتب على حصول التقوى ثمرات، الثمرات هذه منها حصول معية الله عز وجل بأن الله مع المتقين، ومن كان الله معه كان معه كل شيء. قال الله عز وجل: واتقوا الله ويعلمكم الله. ومن ثمرات التقوى أيضا حصول العلم وحصول الرزق، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. لما نجد هذه الآية العظيمة يقول لعلكم تتقون، أي لعله يحصل لكم بسبب هذا الصيام التقوى، فتدخلون في عداد المتقين، يقبل الله عز وجل منكم، وهذه من ثمرات التقوى، إنما يتقبل الله من المتقين. ففي هذا الشهر العظيم يتدرب الإنسان على أن يكون خوف الله وتقوى الله في قلبه، وتنمو هذه التقوى وتترعرع بسبب الصيام وبسبب تدريب النفس وتهذيب النفس على أن تكون طائعة في المسارعة أهل الخير والوقوف عن أو العزوف أو ترك بالكلية الذنب وتعظيم شعائر الله عز وجل. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لنا ولكم ولكل مسلم ومسلمة، وأن يجعلنا ووالدينا وجميع المسلمين في المغفور لهم ومن المتقين. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. خير الكلام قليله إذ أورقا، بحروفه آي الكتاب ربيعا، وسرى بنور حديث خير معلم، وهمت به حكم جرت ينبوعا. هو كالضياء توهجا وهدايا سكنت معانيه رؤى وضلوعا. خير الكلام خير الكلام خير الكلام قليله إذ أورقاً.